في أحد الغابات في إنجلترا فيه بنت اسمها ميليسا، راحت رحلة مع أصدقائها هناك، ولكن هجم عليهم سفاح مقنع مجنون بالفاس وقتلهم كلهم ما عدا هي، ونجحت تهرب ولقت ست عجوزة قدامها ومعهاش تليفون يكلموا الشرطة، فهتاخدها لعربيتها يروحوا هما للشرطة. والست العجوزة مش عارفة هل كلام ميليسا بخصوص السفاح بجد ولا لأ، وركبتها العربية، ولما تروح هي تركب تشوف السفاح واعتقدت انه متنكر لان الهالوين الليلة. ولكن السفاح قتلها وجه معاه زومبي وعض ميليسا وخطفوها، وبتظهر سالي بنت مستعدة لإقامة حفلة الهالوين الليلة في بيتها، واتصلت على كل أصدقائها تدعوهم، وسالي أبوها وأمها منفصلين وحياتها بائسة وبتتمنى الهالوين ده يكون بداية السعادة ليها، وبترن على صديقتها ميليسا اللي اتخطفت بس ما ردتش، وهي اتضايقت لأنها صديقتها من زمان. وفي نفس الغابة رايح والد ووالدة ميليسا للبحث عن بنتهم لانهم كلموها وما ردتش وبقالها 3 ايام مختفية، والام قلقانة على عكس الاب اللي بيقول اكيد هي مستمتعة مع اصدقائها وهي طول الوقت بترجع للبيت على حسب مزاجها. وهيكملوا بحث عنها، واول الواصلين لحفلة سالي هي صديقتها المقربة جودي اللي هي كمان رنت على تليفون ميليسا، ولما راحت البيت ما لقيتش حد موجود فيه خالص، فاعتقدوا انها مش هتنضم للحفلة بتاعتهم، وده غريب لانها صديقتهم من زمان. طمنها جودي سواء بيها او من غيرها هم هيعملوا حفلة ممتعة هنا. والدة والد ميليسا بيدوروا في الغابة، وفجأة سمعوا صوت غريب قريب منهم وشموا ريحة وحشة جدا، ولما تتبعوا مصدر الريحة يتصدموا لما يلاقوا راس الست العجوزة اللي قابلتها مقطوعة وميليسا مش موجودة، وحسوا بالقلق والخوف وما عندهمش حل غير انهم يكلموا الشرطة. وتقول جودي لسالي انها وهي في طريقها ليها شافت عربيات شرطة واسعاف متجهين للغابة بسرعة. هل تعتقد يا سالي ان ميليسا واصدقائها حصل لهم حاجة وحشة؟ ولكنهم ما توقعوش كده، لان الغابة طول عمرها امنة من ساعة اختفاء السفاح وود بوري، والشرطة لما راحت لمسرح الجريمة يتصدموا من اللي شافوه، والشرطي جاك والمحقق العجوز فاست مصدومين من اللي حصل في غابة السفاح وود بوري اللي اختفى من 3 سنين وقضيته اتقفلت، وطرق القتل دي مشابهة لجرايمه زمان، والغريبة انهم مش لاقيين جسم راس الست العجوزة. هو بياكل ولا ايه؟ وحضرت سالي وجودي مشروبات الحفلة، وسمعت سالي صوت حد بيخبط على الباب، ولما راحت فتحت لقيتها صديقتها سيا، معروف عنها انها مغرورة ومحدش بيحبها، بس سالي دعتها للحفلة لانها عارفاها من زمان، وهي دعت كل الشباب للحفلة، وهم التلاتة كلهم مستغربين من غياب ميليسا. والشرطة بتدور لقيت اجزاء بشرية للضحايا اللي السفاح قتلهم، وهم عبارة عن اجزاء منفصلة عن الجسم زي راس الست العجوزة في الاول، بس هم مش لاقين الجسم نفسه. هل السفاح بيفصل اعضاء الجسم مثلا؟ دي حاجة غريبة هم ما شافوش زيها قبل كده، ومش لاقين اي اثار للسفاح خالص. ولقيت سالي حد خبط على الباب، وتلاقيهم الشباب اللي سيها دعتهم وبين حبيبها معاهم، ومعاه 2 اصدقائه ومنهم جوش اللي هو حبيب ميليسا المختلف، واللي على الشمال راوي القصص المرعبة بتاعهم واسمه سام. وكلهم دخلوا البيت استعدادا للحفلة، والشرطة مكملة بحث تلاقي مذبح السفاح والادوات اللي كان بيستخدمها، بس الغريبة انها قديمة، والسفاح شكله ما دخلش هنا من زمان، ولا هو بيغير مكانه من فترة للتانية. هم شكلهم كده قدام سفاح ذكي وما بيسيبش اي اثر وراه، والارعب ليهم لو كان ليه مساعدين بيساعدوه، وحاسين بالقلق والخوف. والمحقق فاست يقول للشرطي جاك انهم لازم يقفلوا الغابة ويحرسوها طول الوقت، واكيد السفاح فيها، ويمنعوا اي حد من دخولها عشان ما تحصلش المزيد من الجرائم، ولازم محدش من اهالي المدينة هنا يعرف اي حاجة عشان ما نسبب لهمش قلق. وهم بيحتفلوا بالهالوين الليلة، وراح سام وشغل الموسيقى عشان الكل يستمتع، ومتضايق جوش من اختفاء ميليسا الغريب، وهو كمان شاف عربيات الشرطة متجهة للغابة، بس سمع ان فيه ست عجوزة اتقتلت على اطراف الغابة، وميليسا واصدقائها كانوا في بطن الغابة للتخييم، فهم اكيد في امان، وممكن ميليسا تعمل لهم مفاجأة وتظهر كده فجأة في الهالوين. والمحقق فاست يحكي للشرط جاك عن الدكتور المجنون اللي اسمه هنري اللي اختفى من 3 سنين، هو كمان كان مؤمن ان لو عمل تجارب على جسم الانسان الحي او الميت هيخليه اقوى، والحي هيخليه غير قابل للموت، والميت هيرجعه للحياة من تاني. والخبر ده محدش من الناس
الناس عرفوه، والأغرب إنه لما الدكتور هنري اختفى السفاح كمان اختفى والجرايم توقفت ساعتها. ومفيش حفلة هالوين بدون راوي للقصص المرعبة، ويحكي لهم سام على قصة أسطورة الدكتور هنري والسفاح وود بوري. وفي أحد الأكواخ في الغابة فيه بنت عادية عايشة وفيه سفاح مراقبها وهو السفاح وود بوري، ولما دخلت الكوخ راح هجم عليها وقتلها. والخبر ده بيقرأه الدكتور هنري ساعتها وأعجب بالسفاح اللي محير الشرطة ومخوف الناس كلها، ولقى المدير مع كل أعضاء مجلس إدارة الشركة رفضوه من شغله لأنهم اكتشفوا التجارب والأفكار المرعبة بخصوص قوة البشر وإعادة الموتى للحياة، ولو الإعلام عرف حاجة مستقبل الشركة كله هيتدمر. وحاول هنري يدافع عن تجاربه اللي هتفيد البشرية وهتنقذ العالم بس فشل. والحقيقة إن هنري بيعمل أبحاثه لفتح بوابة الجحيم وتحرير الشيطان لقتل البشر، لأنه شايف إنهم فاسدين ومذنبين وضعاف، ولما كلهم يموتوا العالم هيبدأ من جديد، وعشان يحرر الشيطان ويفتح البوابة هيحتاج تضحيات بشرية وتحديدا الأجسام البشرية عشان يقدر يكتشف مصل لتحويل الناس لزومبي، وهو لوحده مش هيقدر يعمل كده وهيحتاج حد يساعده. فراح خطف السفاح وود بوري وعرض عليه الحياة الأبدية والمزيد من القوة في مقابل قتل البشر وتسليمه لأجسامهم، وهو عمل مصل لنشر فيروس الزومبي كمان، والبشر اللي هيتم تحولهم كزومبي هيساعدوه في القضاء على البشر الباقيين وكده هيحرروا العالم. وساعتها السفاح رفض فرح هنري وجاب مفك وطعنه بيه في راسه وخلاه خاضع ليه، وديه الأسطورة. وطبعا هما مش هيصدقوا سام، خصوصا ان السفاح اختفى مع الدكتور هنري من 3 سنين وساعتها جرائم القتل توقفت ومحدش سمع عنهم بعد كده، ويشكروا سام على القصة المرعبة الخيالية بتاعته، بس هم مش عارفين اللي مستنيهم وقرروا يكملوا احتفال وهم خلاص نسيوا ميليسا. وفيه احد الشباب اللي بيجهز نفسه لحضور حفلة الهالوين مع اصدقائه، وهو اتأخر عليهم بس هو مش قلقان لانه عارف طريق مختصر من الغابة هيوصل لهم اسرع، وحضر نفسه وجهزها وهو متنكر وجاهز للانطلاق للحفلة. واصحابه رنوا عليه وقال لهم انا في الغابة وهوصل لكم، بس هم حذروهم من خطورتها، بس هو مهتمش ودخل الغابة ومنتظر وصوله للحفلة بسرعة، بس عمال بيسمع في اصوات غريبة جدا حواليه وما يهتمش. ولما يجي يكمل طريقه يلاقي السفاح الاسطوري وود بوري وقتله وسرق جسمه كالعادة، وكل ده بيحصل والشباب مستمتعين في الحفلة على الاخر. ووالد سالي بيتصل بيها عشان يطمن عليها، والمفروض انه امها معاها في الحفلة، بس سالي تقول له انها مشيت بسبب شغلها الضروري وهي مع اصدقائها مستمتعة بالحفلة. واحد رجال الحفلة دخل الحمام عشان زيه التنكري وفيه شخص غريب موجود في الحفلة، ولما دخل الرجل الحمام للتنكر يلاقي السفاح المقنع وافتكروا انسان عادي متنكر في الهالوين. ولكن السفاح قتله، وبسبب صوت الموسيقى في الحفلة محدش سمع صوت الصراخ وعمالين بيضحكوا. وراح المحقق فاستي راجع ملف قضية وود بوري يمكن يلاقي حاجة تدله على السفاح الجديد اللي ظهر بعد 3 سنين وما لقاش حاجة خالص. وفجأة لقى الشرطي جاك بيرن عليه لأنهم لقوا راس بشرية تانية في الغابة بدون جسمها، والرئيس معاه ومتضايق ولازم يوصل لهم بسرعة. وراح جيمز يتعرف على سالي السنجل ويقول لها أكتر حاجة عجباني فيكي إنك سايبة الناس على راحتها في الحفلة، اللي عايز يتنكر يتنكر عادي واللي مش عايز عادي برضه. وتسلم الستيوارت وجانا للحفلة كمان وهم منتظرين الاحتفال ده من زمان وهيستمتعوا على الاخر، والرئيس متضايق جدا. ولما وصل المحقق فاستي يقول له انتم غلطتم لما توقعتم ان السفاح مش هيخرج من الغابة الصبح، لاننا شفنا الجثة في الغابة الصبح اصلا ودلوقتي هي في المدينة هنا، الوضع خطير جدا، ولو الناس عرفت بخصوص الرؤوس البشرية دي هيترعبوا، لازم ندور على الجثث الباقية ونعرف الاجسام بتروح لفين ومين هو السفاح العنيف ده. وفيه بنت كلمت الشرطة لانها لقت جارتها حد هجم عليها وعضها، وشافت السفاح ومعاه زومبي وهم قريبين للمكان، وهم التلاتة راحوا وفرحوا ان الجثة سليمة وهي مش راس بس بدون جسم، ولكن لقوا الست العجوزة ميتة والبنت متأكدة ان السفاح والزومبي مع بعض هجموا عليها. وفجأة جثة الست صحيت وهجمت على العمدة وقتلته وهم قتلوها.
والزومبي اللي مع السفاح حولت كل الناس اللي عضتهم لزومبي لأكل البشر، حتى ميليسا موجودة معاهم، والعالم دلوقتي بقى قدام سفاح وزومبي. والسفاح لسه مستخبي في الحمام، ولقى فجأة جودي دخلت وبرضه تعتقد انه راجل متنكر عادي، وسمعت صوت غريب منه وشمت ريحة وحشة، وتتصدم لما تلاقي جثة الراجل اللي هو قتله، وقبل ما تصرخ هجم عليها وقتلها، وكده كده لو صرخت محدش هيسمعها بسبب صوت الموسيقى العالي. والسفاح راح على ستيوارت وجانا وقتلهم هما الاتنين، والسفاح هيتسلل لحد ما يقتلهم كلهم. ويقول كارل لسالي مش ملاحظ ان الناس بدأت تقل في الحفلة، الامر بقى غريب بس اطمنه، وتقول له مهما كان ومهما حصل هما هيكملوا احتفال لحد اخر ليلة الهالوين. والشباب برا البيت مستمتعين بالحفلة يلاقوا فجأة الزومبي ظهروا، واعتقدوا انه مقلب وهم متنكرين بسبب الهالوين، وبيضحكوا وبيهزروا لحد ما الزومبي هجموا عليهم بجد ويجروا منهم بسرعة، والزومبي هيقتحموا الحفلة جوه. وراح جيمس يقول للناس على الزومبي بس ما يصدقوهوش، وراح كارل يطلعه بره عشان ما يقلقش الناس. ولما فتحوا الباب الزومبي هجموا عليهم كلهم واقتحموا المكان، وكل اللي هيهرب هيهرب، وكل اللي هيتاكل هيتاكل. والزومبي جه عنين على الاخر وحصروا الناس في البيت، ودخلت سالي للحمام، وقد يكون ده هينقذ حياتها لان الزومبي اصلا انتشروا في البيت وبياكلوا في الناس. وجوش ما زال متضايق وزعلان على اختفاء حبيبته ميليسا، وزي ما كان معتقد فجأة لقاها جات له مفاجأة وهي زومبي، وكان فاكر انها متنكرة، ولما راح عليها عضته وكلته. وسالي في الحمام تشم ريحة وحشة، ولما تتأكد من مصدر الريحة تلاقي جنبها الجثث اللي السفاح قتلها، ومنهم صديقتها المقربة جودي. وحست في الاول انه مقلب بس لقت الدم بجد، ولما تحاول تهرب تشوف السفاح المقنع وهو محاصر سيا وهجم عليها وقتلها بالشاكوش. وقفلت على نفسها من تاني ولقيت تليفونها جنبها وكلمت ابوها عشان ينقذها، وهو المحقق فاست لما كلمته على الزومبي حس انها بتعمل فيه مقلب، بس لما كلمته بخصوص السفاح المقنع خاف وحضر نفسه لانقاذها، وما كانش متوقع ان السفاح هيروح لبنته. ولما وصل للبيت لقى الزومبي قدام البيت، وراح يهجم عليهم عشان يقدر يدخل ينقذ بنته سالي من جوه البيت. ولما دخل البيت سمع صوت صراخها، والسفاح بيكون شدها من الحمام لغرفتها وهيقتلها خلاص، بس ابوها تدخل بسرعة وضرب السفاح كتير ونجح انه يقتله، وخلع قناعه ولقاه السفاح وودبوري اللي اختفى من 3 سنين، وربطه بالسلاسل الحديدية عشان يطمن اكتر انه هو ما يرجعش للحياة مرة تانية. وبيكون الزومبي محاصرين الناس في الحفلة ونجح مات، بس انه ينقذ نفسه ويهرب من الزومبي وخرج من البيت، والحفلة عمرها ما كانت ممتعة زي ما كانوا متصورين. وبعد ما المحقق فاست ربط السفاح عشان لو رجع من الموت ما يقتلش حد، هيروح هو وبنته سالي عشان يهربوا من هنا. وبتكون امها رجعت البيت بعد ما خلصت شغلها الاضطراري، وتلاقي الزومبي وراها وقدامها وحاولت تهرب بس فشلت، والزومبي كلوها. وسالم مع ابوها شافوها بس مش هيقدروا ينقذوها، ولقوا الزومبي الاصلي اللي حول الناس دي كلها عن طريق العض، واللي الدكتور هنري خلى مصل الزومبي جواه، وهي دي التجربة رقم زيرو بالنسبة للدكتور هنري. واستخبوا في الغرفة ويتصدموا لما يلاقوا السفاح اللي المحقق فاست ربطه وقتله مش موجود، والزومبي عند الباب هيكسروها عليهم وخلاص هم هياكلوهم وما قدروش عليهم. والزومبي زيرو ما بينطقش غير جملة واحدة وبس، وهي نهاية العالم والبشر. وفي احد البيوت الصبح فيه زوجين سهرانين ومش عارفين ان فيروس الزومبي انتشر برا البيت في المدينة كلها، وهم بيتفرجوا على فيلم زومبي يلاقوا فجأة الاشارة شوشت وظهر الدكتور المجنون هنري، ويقول انهم لو بيشوفوا الرسالة دي يبقى خلاص الزومبي انتشروا في كل حتة في المدينة، والبشر هينتهوا والعالم هيتدمر وهيبتدي من جديد، والشيطان روحه موجودة في الزومبي اللي هو اداة تطهير العالم كله، والزومبي انتشر في المدينة كلها ومنها للعالم كله. والدكتور هنري المجنون معاه الزومبي والسفاح وود بوري اللي هما الاتنين نفذوا مخططاته بنجاح. بس كده يا شباب، دي نهاية الملخص.